كما أكد محافظ شمال سيناء محمد عبد الفضيل شوشة أن وزارة الداخلية تقوم بتقديم العديد من الخدمات لرفع شأن المجتمع المدني. وأضاف محافظ شمال سيناء خلال احتفال المحافظة بعيد الشرطة 70 أن ما تشهده مصر في المجال الأمني خير دليل على تلاحم قوات الشرطة مع الشعب. ووجه محافظ شمال سيناء التحية إلى وزير الداخلية على النقلة الحضارية التي تشهدها قوات الشرطة، حيث كان لمحافظة شمال سيناء نصيب منها. إلى شهداء مصر من رجال الشرطة والقوات المسلحة وأبناء محافظة شمال سيناء، وهم يقفون يد واحدة ضد الإرهاب، هنيئا للشهداء في جنة الخلد. ولا بد أن نتذكر بكل فخر واعتزاز أبناء شمال سيناء من رجال الشرطة والقوات المسلحة الذين استشهدوا على أرض المحافظة.